هنا بمنطقة جبل العقاب ببلدية واد العثمانية غيبت المشاريع التنموية لسنوات طويلة، حيث تنعدم التهيئة الحضرية بأغلب الشوارع، بالإضافة إلى غياب قنوات الصرف الصحي وغيرها من المشاكل التي تؤرق سكان المنطقة. هنا رحنا الدوار هذا معزل من كلش، لا سينيسما مبوجيا، هذه ولينا حشاك من خمج للديار. الماء قالوا جبناك ونهارون على الاخر، عاد كنا نسكلو نشربوا بالخمس ايام مره، عاد نشربوا بالعشر ايام مره. الطرق راهي ما عندنا حتى طريق تمشي والو، احنا ماذا بينا يجي ويشوفوا ولا قالوا الهضره اللي نهضروا بها هذه ما كانش، احنا منعاقبين يعاقبونا سيت، ماذا بينا. هاك تشوف المنطقه هذه اللي هنا خدمناها وحدنا، كانت هذه اللي هنا كانت شوف ذاك النهار شعبه كيما جات هذيك الحملي عندها هذاك منا، احنا خدمناها المواطنين اللي تنبو كيما انا هذه خدمتها وحدي منا حتى هنا. رانا نعاني وكل المعاناه، لا طريق لا ماء لا زيقو، حشاكم المصرف الصحي، كهرباء، يجي الريح برك غمز يروح. يطالب السكان ايضا واطفال المنطقه باعاده تهيئه الملعب الجواري. اسيدي الوالي ديروا لنا سطاد ما لقيناش وين نلعبوا، يعني نلعبوا في الحرث ويكون يطيح واحد يتكسر. نقلنا الانشغالات الى رئيس بلديه واد العثمانيه فرد قائلا: فيما يخص انشغالات المواطنين في جبل العقاب، عملنا لقاء مع الجمعيات الممثله لمنطقه جبل العقاب واتفقنا على نقطتين مهمتين. النقطه الاولى هي الصرف الصحي لمنطقه جبل العقاب، وكذلك التهيئه الحضريه. البطاقه التقنيه موجوده عندنا ورانا في تجاوب كبير مع السلطات الولائيه وعلى راسهم السيد الوالي الذي نشكره كثيرا. وكذلك الجانب الاخر والجانب الرياضي، عندنا تواصل مع مديريه الشباب والرياضه في تسجيل المركب الرياضي في جبل العقاب. هل سيرفع الغبن عن مواطني هذه المنطقه وترى فيها المشاريع النور، ام ان المعاناه ستستمر الى اجل غير مسمى؟